بسم الله الرحمن الرحيم. بدعوة طيبة من العتبة العباسية المقدسة قسم الإرشاد التربوي والنفسي، تقيم كلية الكفيل للجامعة المخيم الكشفي. اليوم أحد أيام المخيم كان هو جولة في مزارع العتبة العباسية المقدسة. حقيقة المكان هو مكان يعني من كل الجوانب، هو من ضمن القوانين الدولية. المنتوجات اللي تنتجها العتبة من ناحية الجودة الطبية والصحية هي من أفضل المنتوجات الموجودة في حسب محافظاتنا في العراق. حسب ما وضح لنا الأستاذ مدير المزارع مال العتبة العباسية أنه المنتج الكفيل الخاص بالكفيل، مثلا الدجاج، عندما يعني تكلم عن الدجاج هو من الناحية الصحية يفوق أكثر من المنتوجات الواردة في العراق. نعم، فاللي نحتاجه أنه توعية المجتمع، توعيتهم أنه المنتج العراقي خاصة الكفيل وأيضا الجود المنتج الآخر هي من أفضل أنه تدعم منتوجاتك العراقية وهي بأقل التكاليف.